تحياتي يا أصدقائي. انشغلت الناس بسوريا خلال الأيام الماضية بموضوع المنتخب السوري وصعوده إلى دور الـ16 بتصفيات كأس آسيا، وطبعا تعقبت الناس المباراة اللي فصلت بينه وبين المنتخب الإيراني واللي انتهت بفوز إيران بضربات الترجيح. طبعا الناس متفائلة كانت بالمنتخب، والناس حقيقة تبحث عن انتصار، تبحث عن لحظة مضيئة لقيتها أنه ممكن تكون بمنتخب كرة قدم. طبعا أنا عملت فيديو عن موضوع المنتخب السوري والبعض استاء من هذا الفيديو، لأنه كانت الفرضية الأساسية واللي هي مش فرضية بالنسبة لي، هي صارت أمر مثبت أنه لا يمكن أنك تعول آمال على الرياضة بوقت أنه في عمومية خراب بالبلد. هلأ بغض النظر عن موضوع المنتخب، بس لكن الحقيقة في قضايا كانت بالتوازي شغلت الناس، مو كل الناس بس شغلت شريحة منيحة من الناس، هي إلى علاقة كمان بإيران مع الأسف، يعني إلى علاقة بالزوار اللي جايين، الزوار الشيعة اللي جايين على الشام والممارسات اللي عم يعملوها ببعض الأمكنة في سوريا. عم أقول إنه بعض الناس انشغلت، بس لكن الحقيقة بهيك حالة لما بيكون في عندك شأن عام، بيكون في عندك أذية من نوع معين بتجي على مجموع البشر اللي بيسكنوا بهذا المكان، يعني الواحد بيصير يفتش إنه مين هي الشرائح اللي لازم تنتبه لهذا الأمر، مين اللي لازم يفوكس على الموضوع ليشوف إنه شو هالقصة وليش هالقصة عم تصير. هلأ هدول الشيعة، دول الزوار الشيعة بين قوسين، عم يروحوا على أمكنة يعني إلى خصوصية وإلى احترامه وإلى تقديره وتبجيله، يعني من قبل السوريين بشكل عام ومن قبل أهل الشام على وجه الخصوص. وإذا بدنا نحكي يعني نحكي بالطريقة اللي عم تفرض علينا حاليا، أنه هدول شيعة معناتها يعني الجهة المقابلة هن السنة. وبالنسبة لي أنا من زمان هذا الكلام حكيته ورددته وكتبته، يعني بالنسبة لي سوريا هي السنة. هذا لا يعني إلغاء الأقليات أبداً، بالعكس لازم نشوف أنه هذا البلد اللي اسمه سوريا إذا في له يعني نسيج ماسكه حقيقة بشكل كامل هن السنة. طيب لما أنت بتجي أو بتجي مجموعة من البشر على أمكنة، يعني بدنا نقول أنه العموم السوريين يعني بيعطوها منزلة واحترام، بتجي أنت تمارس أعمال يعني مخجلة وأعمال قذرة حقيقة، وتنم عن عقل متخلف، عقل غير سوي، بتحجج أو بياخد شيء من الدين ليمارس من خلاله يعني بعض الممارسات البغيضة، تيجي بتعمل هذا الشيء، معناته أنت يعني عندك غايتين الحقيقة. الأولى هي أنك أنت تنفس أو تعطي إحساس للآخرين أنه يعني أنتوا غلط ونحن الصح، أو أنك أنت والله يعني عم تنتقم من حدث تاريخي. طبعا الغاية السياسية رح نحكي عنها لاحقا، بس لكن أنا بدي أقول شغلي هون بهذا الموضوع، أنه حدث من هذا النوع ما لازم يخليني أرجع حلل التاريخ الإسلامي ابدا. تاريخ الاسلامي من 1400 سنه مليء بالقصص والمرويات والسرد، في منه صحيح وفي منه غير صحيح، لكن انا معني بلحظه من اللحظات اني افكر انه قديش انا بكون متخلف لما بخلي هذا التاريخ اللي هو صار له انقضى من 1400 سنه او 1350 سنه الى اخره، بخليه بياثر على حياتي. هلا انت يعني أو كسوريين ما بعتقد أنه إحنا معنيين بهذا التاريخ، نحن معنيين بالحاضر بشكل أساسي، معنيين بالحاضر لأنه الحاضر هو اللي بيخلينا حاليا يعني إما نموت إما نعيش، إما نعيش بكرامة إما نعيش أذلاء، هذا الواقع هو الأساس. طبعا في ناس يعني عبرت عن استياءها من مشهد الزوار اللي راحوا على مقبرة الباب الصغير وبدأوا يلطموا به
يعني يضربوا حجارة السور اللي يقال انه هذا قبر معاوية بن ابي سفيان الصحابي، بدأوا بضربه. يعني في ناس استاءت من الموضوع ورجعت يعني تقدر او تحكي للاخرين قيمة معاوية بن ابي سفيان وقيمة الامويين بالنسبة للتاريخ السوري، وهذا امر صحيح. لكن هذا الفعل انا برأيي ما لازم ياخذنا على هذا على هي الزاوية، لسبب انه احنا منا بحاجة لاثبات هذا الموضوع، منا بحاجة لتذكير الناس بانه الامويين لما اجوا على سوريا وحكموا دمشق هن فعلا عملوا تاريخ يعني مجيد للأمة العربية وللأمة الإسلامية. هلا بجانب آخر البعض يعني عبر عن انه هاي الممارسات هي ممارسات متخلفة وكذا وكذا، وأعاد يعني كمان للتاريخ بحيث انه انت تعمل تصنيف او تنميط لسياق سلوكي من خلال سياق سلوكي لشعب بأكمله. يعني هل هذه الممارسات تستدعي مني انه انا مثلا ارجع اوصف الفرس كلهم بانه انهمج مثلا؟ يعني كمان بدها تعقل القصه. هلا معك حق، التصرف اللي عم يصير ان كان بمقبره الباب الصغير او حتى هذاك الشخص اللي وقف بصحن مسجد بني اميه الكبير وبدا بشتم الامويين، وكمان هذا يعني انا معك حق انه في شيء بيخلينا نغضب، وأنا غاضب يعني أنا فعلا غاضب. أنا عم بحكي وعم حاول أتعقل بطرحي للموضوع، لأنه أنا بشوف أن الغضب بهيك لحظة يعني غير مفيد، لأنه بيخلينا نصير نحن وياهم على نفس الأرضية. نحن لا، ما لنا أبدا على نفس الأرضية، نحن تفكيرنا مختلف إلى حد ما، رغم أنه كمان يعني كسوريين ما فينا نقول أنه نحن كنا يعني بمنجات من هذا الموضوع، والله نحن ما صار في عنا هذا الشيء. خليني بس ارجع اذكر بالتاريخ القريب، ما بدي ارجع للتاريخ الاسلامي ابدا. يعني بعام 2018 يعني من عده سنوات، مقاتل شيعي من نبل يعني من سوريا، وقف بحي الامين وشتم اهل الشام ويعني فظع وأثار الغضب مثل ما هلأ نحن غاضبين، هو أثار الغضب. استدعى الأمر أنه تدخل النظام واعتقلوا كان اسمه زين العابدين، وغابت الأخبار. ولكن في نفس الفترة كان في مقاتل شيعي يعني قتل بجبهة الحجر الأسود، يمكن اضطروا يغيروا مكان التعزاية لأنه يعني كان في احتمال يكون في ناس تجي تنتقم من هذا الخطاب اللي صار. يعني طبعا يعني وجهاء الشيعة والسنة التقوا وحاولوا أنه يعني هذا الأمر اللي عمله هذا الشخص ما بيفسد التعايش المشترك اللي هو تعايش أهل الشام. يعني بتعرفوا أنه بحي الأمين في شيعة، الشيعة سوريين، ويعني عايشين طول يعني من مئات السنين عايشين مع السنة، وما صار في مشكلة بيناتهم. وإذا صار في مشكلة بيناتهم بتكون هي فعلا فعلا من طرف خارجي. يعني هلأ حاليا إذا بتكون في مشكلة بيكون في مشكلة بسبب الإيرانيين، بسبب العقلية اللي عم تجي مع هدول الزوار أو غيرهم. يعني بنفس الفترة كان في مطعم اسمه قصر النرجس استضاف المغني بهاء اليوسف، وكان في ناس يعني جاي تنبسط، جاي تشرب وترقص وكذا، قام غنى أغنية لبيك يا زينب، والناس يعني على الإيقاع تبع، طبعا إيقاع يعني إيقاع يدعو للرقص، يعني قامت ورقصت وكذا، واللي صور المشروب وكذا، حق الناس تشرب حقها وكذا. لكن يعني هذا المتخلف كمان بهاء اليوسف يعني بهاللحظة هاي إجا غنى أغنية قد تعني للبعض يعني دلالات معينة. غضب يعني الشباب الشيعة وراحوا حرقوا المطعم. طبعا ما احترق بشكل كامل، بس لكن الباب تبعه حرق. يعني كانت الحجة أنه ما بيصير أنه هاي الرموز يعني تذكر في هذا المكان، معهم حق. وبنفس الوقت لما بيغضب حدا
من هذا الشيء اللي عم يعملوا زوار الشيعة، زوار العراقيين ولا ان كانوا ايرانيين، مع الناس الحق بانه تغضب وتعبر عن غضبها، وهن ما بيكونوا طائفيين، لانه هذا السياق هو سياق طائفي. لما انا برفض السياق الطائفي ما بكون طائفي، بس انا لما بدي اغرق بهذا الموضوع انا فعلا بصير على نفس الارضيه مع هدول. هلا ليش ما لازم نكون نحن على نفس الارضيه معهم؟ لسبب اساسي، انه وجود لهدول الاشخاص يتم تحويله من السياحه الدينيه، من طابع السياحه الدينيه واللي هي كانت موجوده طول عمرها في سوريا، الى عتبه اخرى هي عتبه الاستخدام السياسي. هلا خليني بس اقول شغلتين انا مشان نعرف يعني قصه السياسه وين رايحه. اول شيء الخامنئي من عام 2010 طلع فتوى بانه ممنوع في ايران سب او الاساءه لمعتقد اهل السنه والاساءه للرموز السنيه. هذا كلام عند بايران يعني. ومن فتره انا كنت عم بطلع على احد الكتب الخاصه بايران، في شخصيات طلعت على التلفزيونات الايرانيه وقامت بهذا الفعل وتم اعتقالها، بمعنى انه ممنوع انك تعمل هذا الشيء في ايران. هدول مو ايرانيين اللي عم يجوا او عراقيين يعني، بس ماشيين على نفس المنوال تبع الايرانيين. ممنوع بالعراق نفسه، ممنوع، في قانون، في قانون بالعراق يجرم من يقوم بالاساءه للرموز الدينيه. ولما بيكون في اساءه يعني لاهل السنه ويعني الصحابه بيكون في مشكله كثير كبيره. طيب هدول الاشخاص عم يجوا على سوريا وعم يتم التغاضي عن الافعال تبعهم. يعني يا محلى بال 2018 اجوا اعتقلوا للزلمه، لهذا المقاتل الشيعي، بس هلا ما في. السكوت عن هذا الامر انا برايي هو يعني طابعه سياسي، ما فيني ناقش بغير بهي المساله. لانه انت حاليا لما بيجي رئيسي وبيجي اكبري السفير الايراني بالشام، واللي انا بسميه انه المندوب السامي الايراني، بيجي بيصرح بانه سياسه الخطوه بخطوه اللي يعني حكى فيها المبعوث الدولي من اجل سوريا، انه هو ما قدم خطه ولا قدم شيء، وبالتالي يعني هن يعني لا الايرانيين ولا النظام السوري فهمانين انه شو يعني لازم يقدموا بسياسه الخطوه، خطوه مقابل خطوه. انت بصفتك شو عم تحكي عن هذا الموضوع؟ يعني بشار الاسد ما حكى عن هي القصه. بشار على سماكه عقله ومخه ما حكى عن هذا الموضوع. انت بصفتك مين؟ انت بصفتك معبر او انت يعني ممثل سلطه الاحتلال الموجوده في سوريا. لما انت بتتصرف بهذا الشكل على المستوى الرسمي ولا تقابل باعتراض من قبل بشار الاسد والزمره اللي معه، معناتها بشكل او باخر انت على الارض عادي انه يجوا هدول الزوار الشيعة ويجي يهينوا الناس ويعملوا هاي الممارسات. هلا نحن هذا اللي تصور، هذا اللي شفناه على الكاميرات، بس نحن بنعرف شو كانوا عم يعملوا يعني عسكر حزب الله وعسكر ايران المستشارين بين قوسين على الحواجز بالسوريين؟ ما بنعرف. او اذا بنعرف يعني بيكون وصلنا واحد من الواحد من الالف بالمية. سلطة الاحتلال حقيقية يعني. واللي بيجي تحت سلطة هذا الاحتلال من جماعة الاحتلال بيشوف الاخرين على انه هن يعني، بشوف الناس، بشوف السوريين انه يعني هدول عبيد وخدم، ما بيحق لهم الا انه يسكتوا فقط، واذا حكوا بيموتوا. ما شفتوا بالمباراه؟ بالمباراه اللي صارت من يومين انا حكيت عنها على صفحتي، مذيع بالبين سبور عم يسال طفل صغير متحمس لسوريا، قال له شو بتتوقع النتيجه؟ قال له 5-0. في ضيف او في واحد ايراني وقف قال له انا يعني نحن لا بدنا نقول له هالولد انه نحن بدنا نربح. نافش ريشه وقلل عقله ليناقش ولد صغير يمكن عمره 4-5 سنين.
هاي العقلية هي اللي موجودة في سوريا، ما شايفين الناس إلا هيك. طيب شو الحل؟ هلا أنا من موقعي كمعارض بدي أقول لك إنه خيو هاي القصة ما بتنحل إلا لما يروح النظام. بس يعني لتيجي لحظة إنه يروح النظام شو لازم تعمل الناس؟ طيب قبل بال 2018 عم بحكي إنه كان في يعني على الأقل الناس تحركت شوي، طب هلا الناس وينها؟ ما حدا يقنعني إنه الناس يعني ملهية فقط بالتأمين الحاجات البسيطة تبعها والناس يعني عايفة حالها. معك حق، إيه بعرف، بس لكن هاد في إساءة كبيرة كتير، وإذا كانت الإساءة هلأ بتمر معناتها في إساءات إسا أكبر بدها تمر. طيب أنتوا جماعة الأوقاف، وزارة الأوقاف اللي بتطلعوا والشيوخ اللي بيطلعوا على المنابر الجوامع، انتوا اللي بيجتمع معكم بشار الاسد بكل مناسبه بيجي بيصلي معكم وياما بتروحوا لعنده على القصر بيدعيكم بيستدعيكم وبيخطب فيكم، ما في رده فعل؟ ليش هالسكوت هاد يعني؟ ما رح اجي انا اقول انكم انتوا كلكم ملتحقين بنظام الاسد، ما بحب هاي اللغه التعميميه، بس يعني في سياق من الممارسة اللي ما بنعرف لوين بده يوصل. انتوا ليش ساكتين عليه؟ ما عم اقول لك روح اعمل ثورة، بس عم اقول لك انه بالقانون ممنوع، بإيران ممنوع، بالعراق ممنوع، وبسوريا ممنوع، وبحساسية الوضع السوري ما ممكن هذا يكون مقبول. الفكرة هذا الشيء اللي عم يصير بالشام واللي ممكن يصير ورح يصير اكيد اذا ما صار في تصرف يعني يلجم هاي الموجه العاليه من الرداءه والقباحه والسفاله. مطلوب انه يتم التحرك على المستوى الاجتماعي، على المستوى اللي ما بيخلينا ننسى سوريتنا، اللي هو انه احنا كلنا عايشين بالبلد بدون ما نحس انه والله في عنا مشكلة طائفية، وكلنا بنعرف انه المشكلة الطائفية خلقها النظام. نظام الاسد هو السبب بالمشكلة الطائفية اذا كانت المشكلة الطائفية موجودة في سوريا. بس نحن مشان نحافظ على وجودنا يفترض يعني ونحافظ على كرامتنا، يفترض بأنه المؤسسات المعنية تتحرك. وانتبهوا، أنا برجع بقول أنا ما عم لكم روحوا اعملوا ثورة أبدا، عم لكم فقط هي مسألة أساسية مشانكم مشان شخصيتكم. والشي اللي عم يصير هو ليس إساءة فقط للسنة، هو إساءة للجميع، للسنة وللشيعة للمسيحيين والدروز والإسماعيليين، الجميع اللي بيعنينا بهي اللحظة هو ألا نسمح ألا يسمح لهذه الشرذمة أن تسيء للسوريين أكثر مما أساءت. والسلام.